كريم، اللائحة السنة دي طلعت، ايه رأيك؟ نقول كده بعض النقاط اللي شفناها من اللائحة. وبصراحة يا بعض النقاط، يعني في نقاط لطيفة وفي نقاط انا بصراحة ما فهمتهاش. يعني مثلا اول نقطة مثلا، يعني ان لا يسمح لمدير فني ان هو يدرب اكتر من فريقين في الموسم، ولو هو مستقيل خلاص مش هيدرب، لو فريق اقاله من حقه ان هو يدرب فريق واحد بس. طب انا بس انا بفترض الراجل تمت اقالته لاختلافات او انا اسف، يعني مدرب مثلا، بقول مثلا كانه ما بيحصلش في مصر، يعني بقول مثلا المثل ده من دوله كوالالمبور، مدرب اتخانق مع رئيس نادي واختلف واقاله، الراجل راح لفرقه تانية مثلا ورئيس نادي اخر اقاله، طب الراجل يعمل ايه؟ ذنبه ايه؟ ما اقول بقول مثلا يعني. فهل هل هل القاعده دي لما اتحطت على كل احوال المدربين؟ لا طبعا، انا متفهم في بعض المدربين الفنيين بيقعدوا يتنططوا، اول ما بيكسب خمس صفحات مع فريق ويبقى بياخد مثلا خمس قروش، يجي له فريق تاني يقول له طب تعالى اديك ادفع لك شرط الجزائي واديك 20 قرش على طول، بيعمل ده صح بيحصل. بس السؤال هنا برضه في نفس الكيس، في مدربين بيلتزموا بس رئيس النادي هو بيختلف معاه، طب هتعمل في الكيس دي ايه؟ طيب برضو دي نقطه مهمه قوي يا كابتن اسلام، قال لك لا يجوز لاي نادي التعاقد مع لاعبين جدد الا في حدود الميزانيه المقدمه في ملف التراخيص. نقطه جميله ونقطه عظيمه، بس بجد هل كان بيطالب بالكلام ده السنه اللي فاتت؟ النادي الاهلي. لا بجد والله، السؤال بقى هل النقطه دي فعلا هتنفذ؟ يعني فعلا احنا النهارده بنتكلم ان في عدد من الانديه بتمر بمشاكل اقتصاديه، وبصراحه هنا يحضرني الكابتن حسن حمدي ومجلس اداره الاهلي، حتى الكابتن محمود الخطيب اللي كان مع الكابتن حسن حمدي من زمان، وهم بيصرخوا يا جماعه الكوره بتتحول لنظام اقتصادي. يعني النادي الاهلي بصراحه لحق نفسه وقدر النهارده يوفر ويبدا يشتغل ان هو يطلع موارد لنفسه. ايوه النهارده مثلا في وجهه نظري النادي الاسماعيلي مثلا وهو بيحط ملف التراخيص بتاعته كابتن ثابت في بطوله الدوري، ايه المبلغ اللي هيحطه عشان يتعاقب مع لاعبين جدد يا كابتن اسلام؟ نادي الزمالك، نادي المصري، نادي الاتحاد، بيراميدز اعتقد من الانديه. طبعا بنتكلم، لا نادي بيراميدز برضو حاله خاصه شويه، نادي بيراميدز عنده موارد كويسه، فدي برضو نقطه، هل النقطه دي هتنفذ ولا مش هتنفذ؟ هنستنى ونشوف. طيب نقطه برضو الكويسه جدا انا شايفها دي كويسه قوي قوي قوي، ان يمكن قيد اي نادي يمكن قيد ثلاث لاعبين اجانب في المراحل السنيه المختلفه ولم يحدد المرحله السنيه. يعني اي نادي من حقه ان اي ثلاث لاعبين اجانب تحت السن في اي فئه عمريه انت عايزها. بمعنى احنا السبت كنا قلنا كان في قاعده 2001 لاعب واحد 2001 واحد 2003 وواحد 2005، يعني 2005. لازم واحد في كل فئه، في كل فئه. السنه دي فتحها لك، عايز تتعاقد بالثلاثه في 2003 انت حر، عايز تعاقد 2005 انت حسابك مفتوح. انا بشوفها دي حاجه كويسه في حته ايه؟ ان احنا نقدر النهارده نحضر لاعبين اجانب صغيرين تجيبهم بسعر قليل، تحسبا مثلا لو انت عندك مثلا لاعب اجنبي كبير في السن انت شايف ان هو مش هيستمر معاك اكتر من موسم او موسمين، فتبدا تحضر اللاعب الصغير ده ان هو يحل مكانه بعد سنه او سنتين بشكل جيد، ممكن كمان تطلعه اعاره ويفضل على قائمتك وبعد كده تستغل. فدي نقطه كويسه جدا. نيجي بقى للنقطه في وجهه نظري النقطه الغريبه قوي، لما جمعت فلوس اي نادي هيشارك في الدوري الممتاز لقيت ان كل نادي هيدفع عشان يلعب في الدوري والكاس هيدفع 2 مليون جنيه اشتراكات. ايه هم بقى عشان نفصصهم؟ الفريق الواحد هيدفع 100,000 جنيه اشتراك في رسوم المشاركه في الدوري الممتاز، 50,000 جنيه مشاركه في رسوم المشاركه في كاس مصر، وهتدفع 1,750,000 جنيه أوكي. هتدفع للحكام. طيب انا هدفع 1,750,000 جنيه انا كنادي هدفعهم للحكام، طب ده ايه؟ يعني انا هدفع انا رواتب الحكام؟ انا هدفعها؟ ده طبيعي، ده طبيعي من زمان، ده ماشي من زمان. ماشي طب كمان كان بتحصل بس ما كانش مش من اتحاد الكوره، كانت بتبقى من الانديه. طيب ماشي يا كابتن سليم، 100,000 جنيه كشف توفير خدمه الكشف على نشطان، يبقى كده دفعت اجمالي 2 مليون جنيه وانا متفق معاك. طيب انا كسبت الدوري، كسبت دفعت كل ده وكسبت، هاخد كام؟ مبروك.
كسبت الدوري مبروك. بجد والله انا هاخد كام؟ يعني انا دفعت ملايين وبتاع. ايوه انا هدفع 2 مليون جنيه انا هدفع 2 مليون جنيه. وطبعا في نقطه مهمه، السفريات والانتقالات بتاعتي بين المحافظات انا اللي بدفعها، الاتحاد ما يدفعليش حاجه. طب السؤال هنا، انا بجد والله التنافسيه دي انا في الاخر خدت ايه؟ اعتقد المكافاه بتاعت البطل الدوري مليون جنيه او الكاس بتاعت الكاس مليون جنيه، والرابطه والرابطه برضو والسوبر ليها بطوله. الدوري مفيش، لا الدوري مفيش بجد، باخد درع وبس. طيب بس. فدي نقطه برضو احنا محتاجين لازم يتم دراستها من رابطه الانديه. ما ينفعش النهارده انا ادفع هذا الكم من الاموال وفي الاخر اخش في تنافس وما اخدش في الاخر شيء. مهم قوي 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 ان انا النهارده اخد الحته بتاعت ان انا الانديه تدفع 2 مليون جنيه اوكي ويكسب. الكاس تبع الرابطه تمام، والسوبر برضو لما كان في الامارات كان بمبلغ مالي، لكن الدوري مفيش خالص. يعني الدوري ما ينفعش لازم يتحط له مكافاه ماليه كويسه. وبرضو ما تبقاش مليون جنيه، يعني النادي مش هيدفع كل المصاريف دي طبعا وفي الاخر اخد دوري وتقول لك جايزه مليون جنيه. المليون جنيه برضو يعني ما عادش جايزه دلوقتي، يعني اقل جايزه دلوقتي مليون جنيه قليل. يعني برضو في كاس مصر جايزه مليون جنيه دي قليله جدا. طيب النادي